معتقدين انه انا بدي اعمل ممثل من انا وصغير. كنت روح مع اهلي على الاستوديو وروح مع اهلي على المسرح، بس ما كانوا يعرفوا حتى انه بدي اعمل هيك. يعني حتى وصلت لخلصت المدرسة كنت ناوي اعمل يا طيارجي يا قبطان بحري، لانه ما في يقعد بشي ورا مكتب. بسحر ساحر بيتفاجئوا اهلي انه بقدم على الجامعة اللبنانية لفوت على التمثيل. ليه؟ لان هيدي كانت الباشن. قلت بدي اجرب. وقتها لقيت تجاوب معها صرت طورها أكتر وأكتر. حتى أهلي تفاجئوا ساعتها إنه مزبوط عندي إياها. بس شو عملت؟ أخذت ريسك، أخذت مخاطرة. إذا بدكم تحققوا حلم، أهم شيء واحد يعرف موهبته وين. أهم موهبة هو يعرف موهبته وين.